وهذا يسأل على من يكون علم الجرح والتعديل في وقتنا الحاضر. أما ما يتعلق بالرواية فهذه كتبها قد دونت وما بقي إلا أن تدرس. أما ما يتعلق بالبدع ونقد أهلها وبيان حالهم فهذا عائد إلى العلماء، إلى علماء السنة العارفين بالبدع وبأحكامها وأحكام أهلها. وكلما كان الإنسان في هذا الباب أكثر مخالطة للناس وقراءة لكتبهم ومعرفة بمواقفهم كان أعلم في هذا الجانب. مثل أئمة الحديث الأولين يقولون إن علم الجرح والتعديل مرتق صعب، فالحفاظ كثير والمترصبون للتعديل والتجريح قليل منهم، واشترطوا في المجرح شروطا كثيرة، فمنها أن يكون حافظا للروايات، حافظا لوجوه الاختلاف، عارفا بالرواة، عارفا بشيوخهم طبقة بعد طبقة وبتلاميذهم وبأصول مروياتهم إلى غير ذلك. فإذا عرف هذه الأشياء كلها مع ذلك يساعده الحفظ الواسع والمعرفة بأحوال الناس، وأن يزينه التقوى والورع والخوف من الله، فلا يستميله هوى ولا يستفزه غضب. هذه ذكرها في صفات المجرح. فإذا العالم الذي يعلم الناس ويخالط الناس هو الذي يحكم عليهم إذا كان له معرفة بالناس إضافة إلى معرفته بأحكام الشريعة فهو المقدم في هذا. نعم. ومن عجائب من رأيت في هذا الزمن شيخنا الشيخ ربيع، ما ذكر لنا شخص نجهله وسألناه عنه إلا وقال عرفته من 20 عاما أو من 30 عاما أو من 40 عاما أو من 15 عاما ونحو ذلك، ويأتيك بأخباره بالتفصيل، وكان له معه موقف كذا وكذا وكذا، وزرناه في موقعه كذا وفي بلدته كذا، أو ورد علينا في بلدة كذا، أو التقينا في الموسم كذا ونحو ذلك. فمعرفة الناس هذا باب مستقل. أنت أحيانا جارك بجوارك لا تعرفه، تتم جنبه أشهر ما تعرف يمكن اسمه، وهذه هبة من الله تبارك وتعالى، وقد شهد له بذلك يعني من يعتد بشهادته وهو حامل لواء السنة في هذا الزمان الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، فإنه من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا أعلم أنا له تحت أديم السماء في هذه الأعصار نظيرا رحمة الله عليه. قد شهد لهذا الرجل وهو تلميذه، الشيخ يشهد لتلميذه. فرحم الله الشيخ ناصر وحفظ الله شيخنا الشيخ ربيع، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا.